في إطار المتابعة الميدانية لمواقع الإنتاج البترولية، قام وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدو بجولة بحرية لمنصة تسهيلات إنتاج حقل شمال صفا البحري في منطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس التابع لشركة بترول خليج السويس جابكو بالتعاون مع شركة دراغون الإماراتية، حيث تابع بدوي مع العاملين على متن المنصة البحرية سير العمل والتقنية المستخدمة في عمليات الحفر البحري لتنمية الآبار المكتشفة لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز بما يدعم الاقتصاد الوطني. أكد بدوي على استمرار الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج بصورة مستمرة. وصل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع القومي للمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، واستعرض الوزير أعمال التنفيذ المختلفة في مشروع المحطة النووية، خاصة الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة وأعمال الإنشاءات الرئيسية بالوحدات النووية لتوليد الكهرباء. عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق اجتماعا لبحث مستجدات العمل في مشروعات التحول الرقمي بوزارة الزراعة التي تشمل ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كرت الفلاح وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإطلاق خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية وحصر وإدارة أملاك وأصول وزارة الزراعة وميكنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أكد وزير المالية أحمد كوجك أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقراراً، إلا أنه لا تزال هناك مستويات متباينة مختلفة للتعافي، وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطاً شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة آفاق الاقتصاد العالمي خلال اليوم الأول باجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المرشاط أن العالم حاليا يواجه تحديات متعددة ومعقدة تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية وتعيق من تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المرشاط في جلسة الحد من أوجه عدم المساواة ضمن فعاليات مجموعة العشرين في البرازيل. أعلن المجلس التزاري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 6 أشهر من عام 2024 بنسبة 28.6% لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، وهي مستويات لم يسبق أن تحققها أو أن تحققت في أي وقت سابق. كشف المجلس التزاري عن أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً في شهر يونيو من العام الجاري بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 22.3%، والتي قد بلغت 425.8 مليون دولار في يونيو من عام 2024 مقابل 348.1 مليون دولار في يونيو من العام الماضي 2023. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة والمحطة الأولى في نشرتنا في أخبار المال والأعمال، ونعود من جديد لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع محمد عبد الله ودينا فكري. شكرا مصطفى.